السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا علي، مرحبا مالي. مرحبا بكم جميعا. مرحبا. إذا هل الصوت واضح؟ ممتاز ممتاز. إذن بعض الثواني ونبدأ إن شاء الله. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم سوف نكون مع بعض في هذا اللقاء الحي الرابع لمقرر نظم معلومات إدارية دار 436 مستوى ثالث إدارة أعمال. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث في هذا اللقاء عن بعض النقاط، من بينها خاصة الأنواع. سنتحدث إن أردنا عن الفصل الثاني ومن خلاله المحاضرات المرئية الخامسة والسادسة، وإن شاء الله سنتحدث عن أنواع اتخاذ القرارات والفرق بين الأنشطة التشغيلية وأنشطة التداول. ثم سنتحدث عن الأنواع الرئيسية من النظم في المنظمات، وخاصة نظم معالجة المعاملات، نظم المكتب ونظم العمل المعرفي، نظم التقارير الإدارية، ونظم دعم القرار. هذا أردنا إجمالا إن شاء الله اليوم العناصر التي سنقدمها. إذا كنا تحدثنا الأسبوع الماضي أنه نظم المعلومات أصبحت مورد أساسي من موارد المنشأة، يعني نفس الموارد المادية والمالية والبشرية، وأصبحت الشركات والأفراد والمنظمات تعتمد عليها بصفة كبيرة جدا، بحيث أنه أصبحت اليوم تلعب دور استراتيجي هام في حياة المنظمات، وتقدم إن أردنا للإدارة المعلومات المناسبة في المكان والزمان الصحيح، وأيضا تساعد الإدارة، إذا فهي تساعد الإدارة في عملية اتخاذ القرارات، هذه القرارات بجميع أنواعها. إذا ما هي أنواع القرارات؟ هي ثلاث: نجد القرارات المهيكلة، القرارات الشبه المهيكلة، والقرارات الغير المهيكلة. إذا انتبهوا جيدا الحين، سوف نعطي الفرق فيما بينهم ونعطي أمثلة عليهم. هام جدا هذا. إذا بالنسبة للقرارات المهيكلة، هي تعتبر قرارات روتينية متكررة، وإجراءات اتخاذ القرار فيها واضحة المعالم ومحددة بشكل مسبق وفق معايير مبرمجة. وغالبا يعني هنا هذه القرارات المهيكلة تتخذ على المستوى التشغيلي. مثلا يمكن أن نأخذ مثال، مثلا إجراءات صرف الرواتب تعتبر من القرارات المهيكلة، أو تسجيل الفواتير فهي تعتبر من القرارات المهيكلة. يعني كل ما روتيني متكرر، إجراءات واضحة، معايير يعني محددة مسبقا، فهذا يعتبر من القرارات المهيكلة. بينما القرارات الغير مهيكلة، نحن العكس، القرارات الغير مهيكلة، وانتبهوا جيدا هنا، هام جدا. إذا فالقرارات هي غير روتينية، وتكون فيها بطبيعة الحال إجراءات غير محددة، وتتخذ في ظروف عدم التأكد. هام جدا هذوما. إذا فالقرار غير روتيني هو العكس، القرار غير مهيكل وقرار غير روتيني، تكون فيه الإجراءات غير محددة، وتتخذ في ظروف عدم التأكد، وتكون هذه المسائل في العادة معقدة. لماذا؟ لعدم المعرفة المسبقة لكثير من مؤشراتها. بطبيعة الحال هنا غالبا ما تتخذ هذه القرارات غير مهيكلة على المستوى الاستراتيجي، مثلا فتح سوق جديد، مثلا خارج ليس نفس عنده
العناصر او الخصائص بتاع السوق العربي او السوق الخليجي الى اخره. لان هم جدا هنا عرفت القرارات غير مهيكله. ايضا هناك القرارات الشبه المهيكله. بالنسبه للقرارات الشبه المهيكله هي قرارات يكون فيها جزء من المشكله واضحا. نعم يا نهاد، القرارات الغير مهيكله تكون بطبيعه الحال على المستوى الاستراتيجي. لانه تتطلب تدخل الاداره العليا هنا. واضح يا نهاد؟ تمام. اذا بالنسبه للقرارات الشبه المهيكله هي قرارات يكون فيها جزء من المشكله واضحا والاجراءات شبه محدده لكنها غير كافيه لاتخاذ القرار. اذا ماذا تحتاج؟ تحتاج الى البحث عن بعض المعلومات الاخرى حول المشكله. مثل مثلا لو اخذنا وهذا هام جدا، مثلا لو اخذنا هام هنا انكم تعرفوا، لو اخذنا مثلا اجراءات تعيين الموظفين. فاجراء تعيين الموظفين هناك يعني اجراءات واضحه من اول من عند المنظمه، يعني ما في مجال الاستقطاب، في مجال معرفه المكان الذي تبحث عنه، يعني الى بطبيعه الحال الاختيار عن طريق السي في كله. لكن دائما نحن نبحث عن معلومات اخرى، مثلا فوجب المقابله. هنا عن طريق المقابله يمكن لنا ان يعني نتاكد من المعلومات الموجوده في السيره الذاتيه التي قدمت، لكن ايضا البحث عن معلومات اخرى التي يمكن ان تفيد الاداره في عمليه اتخاذ القرار مثلا في تعيين الموظف. هذا فيما يخص انواع القرارات الاداريه في المنظمه، وهي وهامه جدا اكدت عليها، وهي القرارات المهيكله، قرارات شبه المهيكله، والقرارات الغير المهيكله. اذا ما هي الانواع الرئيسيه؟ سوف نتحدث عن الانواع الرئيسيه من النظم في المنظمات. اذا يوجد ثلاث تصنيفات رئيسيه من نظم معلومات التي تخدم المستويات التنظيميه المختلفه في المنظمه. ما هي هذه المستويات؟ هناك المستوى التشغيلي والمستوى الاداري والمستوى الاستراتيجي. فعلى المستوى التشغيلي او الاداره الدنيا فسنتحدث عن كل ما يهم نظم معالجه المعاملات. اما على المستوى الاداري سنتحدث عن نظم دعم القرار ونظم التقارير الاداريه، وعلى المستوى الاستراتيجي سوف نتحدث ان شاء الله عن نظم دعم المدير التدريبي او نظم دعم الاداره العليا. القرارات ايوه يعني على المستوى الاداري القرارات شبه المهيكله تتخذ على المستوى الاداري، على المستوى الاداري او الاداره الوسطى. ممتاز يا شيخ، جزاك الله خير. اذا سنتحدث اذا على المستوى التشغيلي او التداولي سنتحدث عن جميع نظم المعلومات او النظم التشغيليه التي تعمل على مستوى العمليات في مراقبه النشاطات المختلفه والعمليات التجاريه في المنظمه. اما على المستوى الاداري او التكتيكي فسنتحدث عن جميع نظم المعلومات التي تعمل على دعم مراقبه ومراجعه اتخاذ القرار، وغالبا ما تدعم هذه القرارات الشبه المهيكله. ايضا يعني ان اردت في نظم المستوى الاداري سوف نتحدث عن نظم المعلومات التي تخدم تخطيط الوظائف والمراقبه واتخاذ القرارات عن طريق تقديم ملخص روتيني يهدف الى السرعه في انجاز التقارير المطلوبه. وعلى المستوى الاستراتيجي فسنتحدث بطبيعه الحال هنا على جميع نظم المعلومات التي تدعم نشاطات التخطيط طويل الاجل والاستراتيجي للاداره العليا في المنظمه. وهو يعني هنا جميع الانظمه التي تاخذ الاعتبار البيئه الداخليه والخارجيه مقارنه بقدرات المنظمه الداخليه. قبل ما ننطلق ونقدم جميع الانواع الرئيسيه من النظم في المنظمات سوف نتحدث عن الفرق ما بين النشاط التداولي والنشاط التشغيلي. الفرق ما بين نشاط تداولي ونشاط تشغيلي، هام جدا لنا نعرفه، الفرق ما بين نشاط تداولي ونشاط تشغيلي. فالنشاط التداولي، النشاط التداولي اللي احنا نسميه بالانجلش ترانزكشنال اكتيفيتيز او فرونت اوفيس. ما هو رايكم؟ ما هو النشاط التداولي يا شباب؟ انتظر بعض الاجابات. مراقبة النشاطات نشاط تداولي، لا ليست مراقبة النشاطات، النشاط التداولي، لا لا لا. ممتاز يا نهاد، جميع العمليات التي تحدث، شوف يا نهاد،
خلينا نقوله او يعني جميع العمليات اللي تحدث بين النظام بصفة عامة والبيئة الخارجية لها، بين النظام بصفة عامة والبيئة الخارجية لها، احسن من ناخده يعني مثال ما بين النظام والبيئة الخارجية لها. بافتراض الحين، بافتراض ان النظام بتاعنا هي المنظمة، اذا كل ما يحدث ما بين المنظمة، ان كان النظام بتاعنا هو المنظمة، كل ما يحدث ما بين المنظمة وبيئته الخارجية فهو يعتبر نشاط تجاري. مثلا اعطيكم مثال، عميل يعطيك طلبين، يعني امر طلبين، هذا يعتبر نشاط تجاري. امر شراء ما بين المنشأة عند المورد، هذا يعتبر نشاط تجاري. واضح الله. وكل نشاط تجاري ماذا يحدث وراءه؟ لو فرضنا انه عميل اعطانا طلبين، اذا بطبيعة الحال سيحدث هذا نشاط تشغيلي داخل النظام. نشاط تشغيلي داخل النظام، يعني مثلا إدارة التصنيع ستشتغل، إدارة المالية ستشتغل، الإدارة المحاسبية ستشتغل. إذا سيحدث أنشطة تشغيلية تسميها operational activities أو back office داخل النظام. إن كان النظام بتاعنا هي المنظمة فسيحدث عمليات ما بين بطبيعة الحال ما بين جميع هذه الإدارات. واضحة الفكرة يا شباب؟ ممتاز. داخل المنظمة نقوم بالعمليات والأنشطة إن أردت. شوفوا أنا حاعطيكم يا نورة، انتبهي جيدا يا نورة، نورة الدوسري، سوف أعطيكم الحين سؤال. بافتراض الحين سوف نغير النظام بتاعنا. لم يعد المنظمة النظام. أعيد التعريف. نشاط تداولي هو جميع العمليات التي تحدث بين النظام وبيئته الخارجية. بافتراض أن النظام هي المنظمة، إذا كل ما يحدث بين المنظمة وبيئتها الخارجية. والنشاط التشغيلي هو كل ما يحدث من عمليات داخل هذا النظام. بافتراض أن كانت المنظمة، إذا كانت المنظمة فكل العمليات التي تحدث ما بين الإدارات. واضح يا عائشة؟ الحين سأعطيكم سؤال عشان أتأكد من فهمكم لهذا التعريف. بافتراض الحين سنغير النظام بتاعنا، لم يعد المنظمة، بل النظام بتاعنا هو الحين إدارة التسويق فقط أو إدارة المبيعات. إذا كل ما يحدث ما بين إدارة المبيعات، لحظة يا نهاد لا تستعجلي، كل ما يحدث ما بين إدارة المبيعات وإدارة المحاسبة أو إدارة المالية أو إدارة التصنيع، هل يعتبر نشاط تداولي أم تشغيلي؟ ممتاز يا سارة. تداولي. لا يا حمود ليس تشغيلي، بل هو تداولي. ممتاز، رائع جدا. بفصل لكم لماذا قلنا غيرنا النظام. اوكي يا فاطمه دي تداولي. اوكي حفصل لكم. لحظه، نحن تحدثنا، لو تابعتوني في المحاضرات المرئيه الاولى والمعطيات الحيه الاولى، تحدثنا عن تعريف النظام وقلنا ان النظام يا عبير لو سمحت حفصلكم. لو سمحتوا انتظروا. قلنا أن النظام هو مجموعة من الأجزاء أو العناصر المترابطة التي تعمل بتنسيق تام وآلية عمل معينة في نطاق محدد، الهدف منه هو إلى الوصول إلى أهداف معينة. صح ولا؟ هذا معنى النظام. وقلنا أن جميع الأنظمة بالنسبة للمجال الإداري وفي نظم معلومات هي أنظمة مفتوحة. ما معنى نظام مفتوح؟ النظام المفتوح هو النظام الذي يؤثر ويتأثر ببيئته الخارجية. بدأت أعطيكم تعريف أولي عن النشاط التشغيلي، النشاط التداولي، وقلنا النشاط التداولي هو، أعطيكم التعريف، هو العمليات التي تحدث بين النظام، وعيد النظام بصفة عامة، لا أحدد الحين النظام، ما بين النظام وبيئته الخارجية. مثلا ما بين بافتراض ان جامعه الامام هي النظام بتاعنا، اذا ما هي مكونات جامعه الامام؟ عناصرها، اجزاء،
الكليات، المعاهد، أعضاء تدريس جامعة الإمام، طلاب جامعة الإمام إلى آخره. إذن البيئة الخارجية متاحة، سوق العمل، وزارة التعليم إلى آخره. واضح يا شباب؟ هذا النظام متاعنا جامعة الإمام كذا. كل ما يحدث ما بين جامعة الإمام اللي هي نظامنا والبيئة الخارجية حقها، هو نشاط تداولي أم تشغيلي؟ نشاط تداولي أم تشغيلي؟ ممتاز، راعي عددهم، تداولي يا كذا، راعي يا عائشة، تداولي، واضح. وكل ما يحدث داخل النظام بتاعنا اللي هو جامعة الإمام بين الكليات، تداولي أم تشغيلي؟ راعي عددهم، تشغيلي، ممتاز، ممتاز، ممتاز. الحين انتبهوا جيدا، خلاص خلاص يا شباب، ممتاز جدا، راعي عددهم. الحين سأغير النظام بتاعي. لم يعد جامعة الإمام النظام بتاعي حين كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية التي كانت في الأول نظام فرعي في النظام الإجمالي اللي هو جامعة الإمام، اللي حين أصبحنا أخذنا كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وهي اللي أصبحت النظام بتاعنا. فالبيئة الخارجية بتاعها تصبح منها البيئة الخارجية للكلية، تصبح الكليات الأخرى، سوق العمل، وزارة التعليم إلى آخره، صح ولا لا؟ وكل العناصر المكونة للكلية، الأقسام، طلاب كلية الاقتصاد، أعضاء هيئة تدريس كلية الاقتصاد إلى آخره. إذا كل ما يحدث الحين بما أن النظام تغير وأصبحت كلية الاقتصاد العلوم الإدارية، كل ما يحدث ما بين كلية الاقتصاد والكليات الأخرى في الجامعة، هل هو نشاط تداولي أم تشغيلي؟ ممتاز، تداولي، رائع جدا، تداولي، رائع، ممتاز يا شباب، تداولي. بما أن النظام تغير الحين، من هو النظام بتاعك الذي تتحدث عنه؟ تداولي. وكل ما يحدث داخل أقسام الكلية، تشغيلي أم تداولي؟ تشغيلي، خلاص، ممتاز، ممتاز. نفس الفكرة اللي قدمتها هنا. إذن النشاط التداولي هو جميع العمليات التي تحدث بين النظام وبيئته الخارجية، بافتراض أن النظام هو المنظمة، فكل ما يحدث ما بين المنظمة والبيئة الخارجية هو تداولي، بينما كل ما يحدث بين داخل النظام هو تشغيلي. إن كانت يعني النظام بتاعنا هي المنظمة، فبين الإدارات يعتبر تشغيلي. رائع جدا، ممتاز. يعني لا لا، هي نظام تشغيلي والنظام تداولي، يعني انت واضح شباب؟ ممكن يعني التجد انه فهمتوا المعنى ما بين نشاط تداولي ونشاط تشغيلي. ممتاز، ممتاز. اذا سنبدا بتقديم النظام الاول وهو نظم معالجه المعاملات. نظم معالجه المعاملات. اذا ما هي نظم معالجه المعاملات؟ نظام معالجه المعاملات هي أي نظام معلوماتي يعالج، أي نظام معلوماتي يعالج الآلاف من المعاملات الروتينية التي تحدث كل يوم في العديد من وظائف المنظمة، يعتبر نظام معالجة معاملات. أيضا أي نظام معلوماتي يتابع انسيابية عمل يومي رفيد للتعاملات والتي تعتبر ضرورية لأداء عمل المنظمة، فهو يعتبر نظام معالجة معاملات. بمعنى نظام معالجة المعاملات، خلينا نوضحها بصيغة سهلة جدا، وليس راهو في الأصل ليس هناك يعني إن أردنا يعني نظام اسمه نظام معالجة المعاملات، تروح للسوق وقول له مثلا أريد أن أشتري نظام معالجة المعاملات، لا، زي ما تروح للسوق قول له أحب قهوة، قال لك إيش نوع القهوة؟ الأمبرجة هي نظام معالجة المعاملات إن أردنا، الغطاء بتاعنا هو اللي يسمى نظام معالجة المعاملات، لكن الأنظمة مثل مثلا نظم معالجة الطلبيات، نظم متابعة الطلبيات، نظام المحاسبة، نظام الأجور، نظام السيطرة على حق المواد، نظام حفظ السجلات العاملين، كل هذه أنظمة تعتبر في مجال نظم معالجة المعاملات. فمثلا نظم معالجة الطلبات، نحن نتحصل على طلبات متكررة روتينية، يعني معاملات تحدث كل يوم، إما في المجال المالي، في المجال المحاسبي، في المجال التسويقي إلى آخره. هذه كلها تعتبر من نظم معالجة المعاملات، وهي تدعم بطبيعة الحال هذه الأنظمة تدعم أنشطة المستوى التشغيلي أو الإدارة الدولية. واضح الفكرة؟ نأخذ مثلا
التطبيع مثلا لو رحت كطالب او طالبه ذهبتم الى اداره القبول والتشغيل وحبيت ان تسجل او مثلا تضيفون مقرر او تحذفون مقرر الى اجتهاد الانظمه تعتبر من المدن معالجه المعاملات. لماذا؟ لانها تعالج الالاف من المعاملات الروتينيه اليوميه التي تحدث كل يوم وتتابع. مهم جدا هنا انتبهوا جيدا، تتابع انسيابيه العمل اليومي الرتيب للتعاملات التي تعتبر ضروريه لاداء اعمال المنظمه. واضحه الفكره؟ واضحه الفكره بالنسبه لنظم معالجه المعاملات؟ واضح؟ اذا لو اردنا ان نذهب نشتري مثلا في السوق، روح اشتري تطبيق، ما راح اقول له بيع لي نظم معالجه المعاملات، لا، روح اقول له مثلا ما هي التطبيقه التي انت تريدها؟ يمكن تكون في مجال المحاسبه، في مجال الاجور، في مجال متابعه الطلبيات، في مجال متابعه معالجه الطلبيات الى اخره. واضح يا شباب؟ ممتاز جدا. اذا ما هي اهداف نظم معالجه المعاملات؟ نسيتها سريع. من اهداف نظم معالجه المعاملات نجد ضمان فاعليه وكفاءه عمليه المنظمه، حفظ وتخزين البيانات لحين طلبها على شكل تقارير، مراقبه اوضاع التشغيل الداخلي وملائمه المنظمه مع البيع الخارجي، وتثبيت البيانات الضروريه لنظام معلومات للتخط المستوى المرحلي والاستراتيجي. هذا بصفه سريعه قدمنا اهداف نظم معالجه المعاملات. واضحه الفكره يا شباب؟ اذا واضح شباب؟ عفوا عفوا معكم معكم. اذا بالنسبه للنظام الثاني، بالنسبه للنظام الثاني اذا قدمنا نظم معالجه المعاملات، بالنسبه للنظام الثاني الذي يمكن ان نتحدث عنه هو نظم المكتب. نظم المكتب، اذا نسميه الاوفيس سيستم. بطبيعه الحال نظم المكتب هي جميع الانظمه التي تدعم الاعمال المكتبيه. هنقدم نظم المكتب ثم نظم العمل المعرفي. سنبدا يا علي بنظم المكتب. سنبدا بنظم المكتب. اوكي. اذا نظم المكتب هي جميع الانظمه التي تدعم العمليات المكتبيه. مثل تقويمات الزمنيه الالكترونيه. مثل تصوير الوثائق. معالجه الكلمات، الاوفيس بصفه عامه، الوورد، الباوربوينت، النشر المكتبي، كل هذه تعتبر من انظمه المكتب. اذا من يستغل عليهم هذا من الانظمه المكتبيه بطبيعه الحال؟ يستغل عليها مثلا سكرتير، تقني، كادر، اي شخص، اي شخص داخل المنظمه. لكن الاشخاص الذين سيشتغلون على هذه الانظمه هم ينفذون الاوامر ولا يتخذون القرارات. اذا مهمة الأشخاص الذين يستعملون أنظمة المكتب، التقويمات الزمنية الإلكترونية، الوورد، الباوربوينت، النشر المكتبي، أي شيء من هذا، تكمن مهمة الأشخاص الذين يستعملون المكتب تكمن في استعمال المعلومة، يستعملون المعلومة، يعالجون وينقلونها، لكن لا يخلقون معلومة جديدة من خلال أنظمة المكتب. إذا ممتاز يا علي في أنظمة المكتب. وليس نظم العمل المعرفي، ان انظمه المكتب يعني في طبيعه الحال هنا مهمه الاشخاص الذين يستعملون هذه الانظمه تكمن في استعمال المعلومه ولا يخلقون معلومه جديده من خلالها. واضح؟ هذا بالنسبه لنظم المكتب. بالنسبه لنظم العمل المعرفي، انتبهوا جيدا هنا، بالنسبه لنظم العمل المعرفي هي جميع الانظمه التي تخدم بطبيعه الحال اشخاص ذوي معرفه او ذوي مستوى معرفه في التنظيم، مثل المهندس، المصمم، الخبير، الطبيب، العالم الى اخره، هذول كلهم اشخاص ذو معرفه. يعني لما نقول ذو معرفه يعني انها الفهم المكتسب من خلال الخبرات والدراسه قلنا. يعني عندهم مكانه معينه وعندهم معرفه، اذا الانظمه التي سوف يشتغلون عليها، سوف يستعملونها، تمكنهم هنا من خلق وتشغيل معلومه ومعارف جديده بخلاف انظمه المكتب. ناخذ امثله مثلا على نظم العمل المعرفي. مثلا محطات الرسومات مثلا الفوتوشوب.
الفوتوشوب ليس اي شخص يقدر يمكن يشتغل عليه الا الاشخاص ذوي المعرفه معينه. المحطات العمل الهندسيه مثلا ناخذ مثال في المهندس المعماري يستعمل الاوتوكاد. واضحه الفكره ام لا؟ الطبيب عنده تطبيقه معينه يشتغل عليها، لا يقدر يشتغل عليها الا الاشخاص ذو معرفه وخبره في ذلك المجال. لكن باستعمالهم لهذه الانظمه هم يخلقون معلومه ومعارف جديده. صح ولا يا شباب؟ ممتاز ممتاز جدا. اذا نتفق جيدا بالنسبه لدي نظم العمل المعرفي. اذا قدمنا نظم معالجه المعاملات، قدمنا نظم المكتب، قدمنا نظم العمل المعرفي، مع العلم ان نظم المكتب ونظم العمل المعرفي يقدروا يعني يدعموا جميع المستويات داخل المنظمه، اما المستوى التشغيلي او المستوى الاداري او المستوى الاستراتيجي. الحين سوف نقدم نظم التقارير الاداريه، نظم التقارير الاداريه. اذا نظم التقارير الاداريه هي انظمه تخدم المستوى الاداري في المنظمه عن طريق تزويد المديرين في الإدارة الوسطى بالتقارير الفورية عن الأداء الحالي والتقارير التاريخية. إذا إن أردنا هذه الأنظمة أو نظم التقارير الإدارية تخدم وظائف التقدير، تخدم وظائف المراقبة، اتخاذ القرار في المستوى الإداري لأجل الحصول إن أردنا على تقارير أما تكون أسبوعية أو يومية أو شهرية أو سنوية إلى آخره. إذا مهم جدا هنا لكي نحضر التقارير. يعني أنا مثلا في مجال مدير التسويق أريد أن أتحصل على تقرير في مجال المبيعات على مستوى شهري ولا سنوي ولا أسبوعي. على ماذا سأعتمد؟ على أي نظام معلوماتي سأعتمد؟ على أي نظام معلوماتي سأعتمد؟ مهم جدا هنا. لكي أحضر التقارير، نظام التقارير الإدارية يعتمد على أي نظام آخر؟ ممتاز يا عبير. على نظم معالجة المعاملات، على نظم معالجة المعاملات، لأن نظم معالجة المعاملات تعتبر إن أردنا المدخل الرئيس، إن أردنا تعتبر المنبع أو المدخل الرئيس بالنسبة لجميع مدخلات البيانات، إما من مجال التسويقي أو المالي أو المحاسبة إلى آخره. إذا مهم جدا هنا لتحضير التقارير تعتمد نظم التقارير الإدارية على نظم معالجة المعاملات. الحين سوف نقدم ايضا ونظم التقارير الاداريه اظنكم فهمتوا اني تدعم المستوى الاداري او جميع الانشطه على المستوى الاداري. ايضا هناك نظام اخر وهو نظم دعم القرار. نظم دعم القرار بطبيعه الحال نظم التقارير الاداريه راينا انها تعتمد فقط على المدخلات من خلال قاعده البيانات او من خلال نظم معالجه المعاملات، اذا تعتمد فقط على البيانات. فبطبيعه الحال نحن اصبحنا نبحث على نظام الذي يعطينا امكانيه التحليل او نستفيد منه من عمليه التحليل. من هنا بطبيعه الحال اتت نظم دعم القرار او ديسيجن سبورت سيستم. اذا نظام دعم القرار يقوم على اساس اعطاء المستفيد النهائي ادوات مفيده للتحليل. ممتاز جدا يعني. اذ يمكنه دمج عده نماذج مختلفه لتكوين نماذج متكاملة وكذلك برامج إدارة إنتاج إدارة وإنتاج حوار التي تمكن المستخدم من التفاعل مع ماذا؟ المستخدم سوف يتفاعل مع النظام بطبيعة الحال ويعمل على تقديم الدعم المباشر للإدارة الوسطى والعليا. إذا إن أردنا نظام دعم القرار، نظام دعم القرار هو نظام مبني على الحاسب الآلي وهو يدعم المستوى الاداري في المنظمه ويدمج بين شيئين، يدمج ما بين البيانات وبين النماذج التحليليه. الهدف هو دعم القرارات الشبه والغير المبرمجه، الشبه والغير المبرمجه، واؤكد ان نظام دعم القرار يدعم القرارات الشبه والغير المبرمجه. الى السؤال الحين وهو اهم جدا، عن ماذا يختلف نظام دعم القرار عن الانظمه المعلوماتيه الاخرى؟ يعترف عليه من نقطتين هامين جدا لكم تعرفوهم. اولا نظام دعم القرار لديها قدرات تحليليه لا تملكها الانظمه الاخرى، تسمح للمستخدم بالاستفاده من مجموعه من النماذج المتقدمه في تحليل المعلومات.
هذه الاختلاف الاول. الاختلاف الثاني ان نظام دعم القرار يعتمد على التفاعل مع المستخدم النهائي، وذلك عن طريق سهوله الوصول الى المعلومات والنماذج التحليليه وسهوله استخدام تعليمات تشغيل الحاسب الالي بحق ان توفر الالفه بين المستخدم النهائي وهذا النظام. اذا ما هي مكونات نظام دعم القرار؟ من مكونات نظام دعم القرار هناك قاعده بيانات، قاعده نماذج، ونظام اتصال او اداره حوار. ثلاث مكونات هامه. معي يا شباب؟ اوكي، ثلاث مكونات. بالنسبه لقاعده البيانات، قاعده البيانات تحتوي على البيانات المتعلقه بالمجالات الوظيفيه للمنظمه، وهي بيانات داخلية بالإضافة إلى البيانات الخارجية والتي ترصد جميع التعاملات أو جميع تعاملات المنظمة مع الغير. إذا هنا أظنه أصبح لا بد وإلزاما من استخدام نظام إدارة قواعد البيانات داخل المنظمة. أظن اليوم ما نقدر نقول، لا نعرف، أنا ما بعرف شخصيا شركة أو منظمة صغيرة كانت أو كبيرة لا تملك قاعدة بيانات أو لا تدير هذه قاعدة البيانات. وأهمية، وهذا اللي حنشوفوه إن شاء الله في الفصل الخامس من خلال تقديم قواعد البيانات. ثانياً، هذه بالنسبة للمكون الأول لنظام دعم القرار. المكون الثاني لنظام دعم القرار هي قاعدة النماذج، والتي يمكننا من العملية التحليلية، فتحتوي على مختلف أنواع النماذج الإحصائية والرياضية والتي توفر القدرة التحليلية. الخاصية الثالثة أو المكون الثالث الذي يتمتع به نظام دعم القرار، وهو نظام الاتصال أو إدارة الحوار مع المستخدم النهائي. فهو من هنا يضمن التفاعل بين المستخدم النهائي والنظام بطريقة مرنة، ولحد أن يوفر الألفة مع المستخدم. ما معنى القوة والضعف يا حمود؟ ايش المقصود بالقوة والضعف؟ لم أفهم سؤال، لو سمحت لو تعيد يعني صياغة السؤال وتفضل يا سيدي. انتظر يعني المصادر الداخلية، ايه بطبيعة الحال لا، المصادر الداخلية بالنسبة لقواعد البيانات أو البيانات التي يتحصل عليها من المصادر الداخلية من وظائف المنظمة، يعني من وظيفه التسويق، من وظيفه الماليه، من محاسبيه، من التصنيع الى اخره، هذا اللي ناخذه البيانات الدعم داخليا، بينما خارجيا كل ما هم علاقه المنشاه مع البيئه نتاعها الخارجيه، مثلا مع الموردين، مع استقرار بصفه عامه، مع العملاء نتاعنا الى اخره. واضح يا حمود؟ إذا بالنسبة هذا بالنسبة لمكونات نظام دعم القرار، إذا ما هي علاقة نظام دعم القرار بنظم المعلومات المنظمة؟ إذا تعتمد نظم دعم القرار على جميع المعلومات المقدمة في نظام معالجة البيانات، ونظم المعرفة، ونظم المعلومات الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى المعلومات الخارجة المستمدة من النظم الأخرى. النظم دعم القرار ليس يا شفاء، ليس الكلام أنه يشمل داخل المنظمة وخارجها، لا. نظام دعم القرار عنده ثلاث مكونات، أعيد يا شيخ. نظام دعم القرار عنده ثلاث مكونات. هذه الثلاث مكونات هي قاعدة بيانات، قاعدة نماذج، ونظام اتصال أو إدارة حوار مع المستخدم النهائي. هذه الثلاث مكونات. المكون الأول وهي قاعدة البيانات على ماذا تحتوي؟ تحتوي بطبيعة الحال على بيانات، صح ولا لا؟ ما هو مصدر هذه البيانات؟ فهمتني يا شفاء الحين أم لا؟ ما هو المصدر هذه البيانات؟ يكون بيانات إما داخلية من داخل المنظمة، يعني من خلال العلاقة ما بين وظائف المنظمة، يعني التسويق والمالية والمحاسبية والموارد البشرية إلى آخره، أو خارجية من خلال علاقة المنظمة مع البيئة الخارجية، ستيكهولدرز، السبلايرز، الكاستمر إلى آخره. واضح الفكرة الحين؟
ممتاز. إذن يعني هذا بالنسبة لنظام دعم القرار بطبيعة الحال، يعني العديد الأمثلة عليها يمكن أن نتخذها، يعني بالنسبة لنظام دعم القرار وهي أنظمة معتمدة كثيرا لحل بعض المشاكل الشبه والغير المهيكلة داخل المنشأة. الحين سوف نتحدث عن نظم دعم المديرين التنفيذيين أو نظم دعم الإدارة العليا أو نظم دعم الإدارة التنفيذية. لماذا اختلاف تسميات هذه؟ بطبيعة الحال والاسم باللغة الإنجليزية والاسم الأصل يعني اللي هو المصطلح يسمى Executive Support System، وترجمت هذه الكلمتين اللغة العربية، وتعرفوا يعني أن اللغة العربية لغة ثرية جدا، ففيهم من في بعض الكتب باللغة العربية يذكر يقول نظام دعم الإدارة التنفيذية، في بعضها تقول نظام دعم الإدارة العليا، وفي بعضها يقول نظام دعم المديرين التنفيذيين. ثلاثتهم صحيحة مع الناس اللي يشكل الفائدة الحين يزلنا نعرفه، وهذا هم جدا 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 يزلكم تعرفوه، وهو ما المقصود بنظام دعم المديرين التنفيذيين، وما هو دور هذا نظام دعم المديرين التنفيذيين. لما نتحدث على نظام دعم المديرين التنفيذيين نحن سنتحدث على نظام معلومات الذي يدعم جميع الأنشطة على المستوى الاستراتيجي يعني الإدارة العليا. إذن فهو نظام يزود، هام جدا هنا، هو نظام يزود المعلومات للمديرين في الإدارة العليا ويساعدهم في ماذا؟ يساعدهم في مراقبة أداء المنظمة، يعني أما يساعدهم في معرفة كل ما يحدث داخل المنشأة لكن أيضا كل ما يحدث خارج المنشأة. إذن فيساعدهم في مراقبة أداء المنظمة، تعقب نشاطات المنافسين، هنا بطبيعة الحال كل ما يحدث خارج المنظمة أو علاقة المنشأة ببيئتها الخارجية، أيضا يساعدهم على تحديد مواقع المشاكل، هم جدا هذا، أيضا يساعدهم على تحديد الفرص، التنبؤ بالاتجاهات. إذا لاحظت أنه كنظام دعم مديرين فهو يهم الإدارة العليا، فهو يمكننا من عديد المعلومات الداخلية لكن أيضا الخارجية، وبطبيعة الحال فهي إذا تدعم حل المشاكل الغير المهيكلة والتي يمكن أن تحدث على المستوى الاستراتيجي المنظمة، وذلك بتزويد هذه المعلومات سواء كانت هذه المعلومات من مصادرها الداخلية أو الخارجية. واضح الفكرة؟ إذا نظام دعم الإدارة التنفيذية أو المديرين التنفيذيين هو نظام يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عرض المعلومات من عدة مصادر أمام متخذ القرار في الإدارة العليا، وذلك باستخدام طرق عرض البيانات المختلفة من رسوم جغرافية وبرامج. أيضا بصفة سريعة يعتمد نظام دعم المديرين التنفيذيين على تقديم معلومات للمديرين فور طلبهم على أساس تفاعل مباشر، وأيضا يتكون من محطات عمل مع قائمة اختيار ورسوم بيانية وقدرات اقتصادية يمكن من سرعة الوصول إلى معلومات سواء هذه المعلومات كانت داخلية أو قواعد بيانات خارجية. إذا هنا السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي خصائص نظام دعم المديرين التنفيذيين أو الإدارة العليا؟ ما هي خصائص؟ هناك خمس خصائص، هناك خمس خصائص لنظام دعم المديرين التنفيذيين او دعم الاداره العليا او الاداره التنفيذيه. الخطيه الاولى انها غير مهيكله، غير مهيكله. هنا نتحدث على مثل يمكن ناخذ بعض الامثله مثل نوعيه الحملات الاعلانيه، خط الانتاج الجديد. اذا ولما قلنا غير مهيكله بطبيعه الحال اننا يعني غير روتينيه، يعني جميع المعلومات او المعايير ما عندنا، الاجراءات غير واضحه الى اخره. اذا هذه الخاصيه الاولى انها غير مهيكله وهي اهم جدا بالنسبه لنظام دعم المديرين التنفيذيين. ثانيا الخاصيه الثانيه وهي التوجه المستقبلي، رائع جدا ممتاز يا شتاء، التوجه المستقبلي، فتتركز انشطه الاداره العليا بطبيعه الحال في الغالب على عمليه التخطيط الاستراتيجي، وهو ياخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تحدث في البيئه الخارجية. إذا هنا يتطلب يعني على هذا المستوى معلومات عن اتجاهات مثلا التطور التكنولوجي، معلومات عن اتجاهات تطور أسواق المستهلكين، عن اتجاهات عن تطور أسواق العمل إلى آخره. ثالثا ممتاز يا سارة، عدم التأكد، عدم التأكد. الصوت واضح شباب؟ الصوت واضح؟ حمود الاشكال عندك انت.
اذا عدم التاكد فمعظم البيانات والمعلومات التي تحصل عليها الاداره هي غير نمطيه. ما معنى غير نمطيه؟ ما معنى غير نمطيه؟ يعني يمكن ان تحدث يمكن ان لا تحدث، وحتى ولو حدثت فانها تختلف اختلافا كبيرا عن الحاله الاولى. اذا يعني هي غير نمطيه وتشير الى اتجاهات يمكن ان تحدث او لا تحدث في المستقبل. الخاصيه الرابعه وهي مستوى منخفض من التفاصيل كاداره عليا مثلا. يا شباب كاداره عليا نحن نبحث على مثلا، انا ببحث لما يقدم لي تقارير بطبيعه الحال اريد ان تكون تقرير شامل لكنه ملخص مختصر لكي لا اغرق في بحر المعلومات ولكي يمكن لي ان اتخذ القرار بصفه سريعه. لكن ان اردت ان ادخل التفاصيل بامكاني الدخول لهذه التفاصيل. اذا من خطا نظم دعم المديرين التنفيذيين مستوى منخفض من التفاصيل، فنظم دعم المديرين التنفيذيين يقدم مستوى منخفض من التفاصيل وهي تؤمن للاداره العليا المعلومات بشكل مختصر ومفيد حتى لا نقع في بحر المعلومات. الخاصيه الخامسه والاخيره وهي الموارد الغير رسميه. الموارد غير رسميه منتجات، منتجات يعني. اذا الموارد غير رسميه فيمكن لنظام دعم المديرين التنفيذيين ان يحصل على المعلومات اللازمه سواء كان ذلك من الداخل او من الخارج عن طريق المعلومات الاستخباراتيه. اذا سوف نجي ان شاء الله اللقاء يوم الحين من خلال بعض فوائد نظام دعم المديرين التنفيذيين. ست فوائد هامه يعني ضمن العفو. اولا مساعده المديرين التنفيذيين في الاداره العليا. ايوه يا اماني، ايش سؤالك يا اماني؟ لازم الشرح عن تتحدثين عن خصائص نظام دعم المديرين التنفيذيين؟ لا لازم تفهم بطبيعه الحال ما المقصود بالمورد غير رسمي؟ ما المقصود بمستوى منخفض من التفاصيل ان اردت؟ فهمتي ولا ما معنى غير مهيكل؟ فهمتي؟ ما في مشكله يعني يمكن بصفه يعني سريعه يمكن تاخذوها لكن يمكن تعقلوا من العناصر. واضح يا شباب؟ هل في اسئله اخرى؟ يعني يتبقى لنا دقيقه فقط. اظن يعني خوفي انه سنتطرق الى موضوع اخر، الفوائد بتاعها ممكن سوف تطول علينا. اذا هل هناك بعض الاسئله يا شباب؟ ممتاز. اذا هل لحد الان واضح؟ كل اللي قدمناه واضح ان شاء الله. رائع جدا. لا 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 ما بعرف المقصود بشرى رؤوس اقلام. يعني رؤوس اقلام انا نشوف رجاء يا شباب تابعونني اول باول في اللقاءات الحيه وارحب بالمحاضرات المرئيه. فانتم المطالبين به في الاختبار هي المحاضرات المرئيه وكل ما يقدم في اللقاءات الحيه. ان تابعتوني في اللقاءات الحيه وسمعتوني جيدا فبامكانكم بطبيعه الحال انه بطبيعه الحال تعرفوا العناصر اللي هي بطبيعه الحال تكون يعني اساسيه ويمكن ان نركز عليها بصفه جديه. فانا احاول اني ارجع على جميع العناصر وافسر جميع العناصر اول باول. وبل بالعكس احاول اني اعطيكم العديد من الامثله على ذلك. يعني هو لمحال ممكن ان نضيف عليه العديد من الامثله اللي هي موجوده في المحاضره المرئيه وهي تفيدكم جميعا. اذا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وان شاء الله موعدنا يوم السبت المقبل ان شاء الله في اللقاء الحي الخامس. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.